اما لعيب وده حتى ناس كتير جدا قال عليه محمد صلاح. محمد في ليفربول ملك متوج، يكاد يعني ايه خلاص ممكن يعني ايه خلاص يعملوا تمثال، ده حاجه صحيح. ممكن نقول عليها مفروغ منها قريب او ممكن تعملوا تمثال. يعني معشوق جماهير ليفربول الاول تمام، اغانيه في المدرجات يعني ما اقدرش اقول. فانت عشان تسيب كل الحب ده، كل الحب ده حتى لو بمبلغ اقل، عشان تروح نادي تاني تبدا تصنع فيه، انت دلوقتي ارقام قياسيه محمد صلاح بيحطمها مسجله باسمه، فالنهارده عشان تسيبها وتروح تاني نادي تاني لا. يبقى وفي ناس غلطان. طبعا ميسي، الناس بتتكلم ميسي في برشلونه غير ميسي تماما في باريس سان جيرمان، رغم انه الفرقه في يعني في باريس سان جيرمان تكاد تكون كل خطوطها نجوم واسماء تقيله، احنا صحيح. بنتكلم ده، لكن ميسي مش موجود، مش لاقي نفسه. انت مش الفكره ان انت ايه وما فيش حد يقول ان ميسي خد، لا ميسي خد في باريس سان جيرمان اكثر من اللي كان بياخده في برشلونه، ده مؤكد، صحيح. لكن في الاخر ما لقاش نفسه في. وانا شخصيا اتمنى ان محمد صلاح ما يمشيش من ليفربول، وانا يعني معاك، انا معاك، انا معاك، خلاص. يعني انت عملت تاريخ صعب تكرره في اي حته تانية، ثم ان انت عندك خلاص في الستة جاي، شهر يونيو جاي تبقى 30 سنه، فهتكرر ايه بص. وفين؟ اولا محمد صلاح ما يسيبش ليفربول، ده حاجه. اما انا اقول لك تاني ايه. حاجه ما يسيبش الدوري الانجليزي، يعني بص عشان دي، ماشي. لان انت بتلعب في اقوى واهم دوري على مستوى العالم، مش بس ده، الدوري الانجليزي انت لما بتعمل فيه اي حاجه بتسمع كتير جدا 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 جدا، عشان دايما يعني انت لو ما بتلعبش في واحد الدوري الانجليزي، يعني لو التالق ده كان في نادي في الدوري الفرنسي او في الدوري الالماني او في الدوري الايطالي او ده، ما كنتش هتاخد نفس يعني ايه الراو الاهتمام والشهرة. الاعلامي والشو الاعلامي ده زي ما انت واخده هناك. الدوري الانجليزي بيديك باور جامد قوي. اللي انت عملته في ليفربول حدوته. بص صحيح. انت ارقام قياسيه بتحطم، عمال كل يعني كل شويه زي ما قلت تاني، انت هناك تقريبا تكاد تكون معبود الجماهير الاول هناك في صحيح. ليفربول، فعشان تروح تبدا في ايه تاني، ولاحظ ان معظم اللعيبه اللي بتتنقل دلوقتي في التوقيت ده بتفقد حاجات كتير جدا جدا بتاثر معاها. خد من ميسي مثال، خد من رونالدو مثال، رونالدو كوتينيو. كوتينيو كوتينيو، خد من، ما انا بقول له خد من كتير، ما كان احنا خد ده كان في هناخد اهم، ليفربول يعني. هناخد اهم اثنين، خد كوتينيو في ليفربول، خد ميسي رونالدو. النهارده رونالدو بيعاني في مانشستر الوحيد اللي يونايتد، عدى كان سواريز. الوحيد اللي عدى سواريز، لانه سواريز لما راح برشلونه راح على كم المثلث هجومي ناري، وكان ليفربول مش عاوزه عشان خرجوا انجلترا. وكم بالظبط كده، وكم مثلث هجومي، يعني بص انت راح في ميسي في عزه ونيمار كمان كان موجود معاهم، فعملوا مثلث هجومي رائع، يعني تخيل ان دول كان وراح فرقه بتلقى، يعني كان ساعتها وكان مع تشافي لا الفرقه كانت دلوقتي بتشوف باريس سان جيرمان، عارف بص ميسي ما يلعبش الفرقه اللي يقدر يكون رقم واحد. لما راح باريس سان جيرمان ميسي ما بقاش رقم واحد، لانه امبابي عايز يبقى رقم واحد ونيمار عايز يبقى رقم واحد، محمد صلاح في ليفربول رقم واحد وبعد منه كلهم تقريبا. محمد مش عادل، محمد صلاح بيخدمه هو على عاوز يعمل كده في العقد بقى، يبقى رقم واحد في العقد. انا مؤكد، ما انا بسمع من الصحافه الانجليزيه تقرير عن ارقام اللي محمد صلاح، ان محمد هو صلاح طالب طالب، كام؟ انه محمد صلاح بياخد 220 تقريبا، فطالب بياخد 240، هم عايزين تلوم 350، ثق تماما. ياخد 420 بقى، 24 الضعف. اكتر من 400، ده اللي بيتقال في الصحافه الانجليزيه، لكن ثق تماما ان ليفربول هيخلي محمد صلاح اعلى في اعلى لعيب في ليفربول، يعني اداره ليفربول هتخليه الاعلى في قاعه انفيلد، ده مؤكد. قوم بتقول كده، اداؤه ومستواه شعبيته وجماهيريته اللي بيعمله كل ماتش هيخليه يبقى هو رقم واحد، لكن البعض بيقول ان المشكله انه عايز يبقى رقم واحد على مستوى الدوري الانجليزي. احنا بنتكلم على رونالدو 500، بنتكلم على دخية، بنتكلم على اكتر، على دي بروين، يعني بناخد في كام اكتر من لعيب كده بياخدوا ارقام اكبر. ده الاداره بتاع ليفربول تقول لك انا السنه الجايه برضك عندي في الاخر ايه، فيرمينيو عايز يجدد، شامبرين عايز يجدد، ماني عايز يجدد، صح انا مش هديلهم بنفس ده، لكن في الاخر انا هدي، لو انا مثلا في سيده محمد صلاح ال500 اللي 500 عاوزه. دول، على الاقل ماني هيبقى اقل منه ب 50، يعني مش هيكون زيه او سابق احنا تاني. كنا جايبين حد، استاذ ابراهيم مدرب في الاتحاد الانجليزي، قال ان صلاح مجمل الفلوس السنويه مليون و600، 10 مليون و600، وماني 5 مليون و600، فالضعف. بتتكلم انه دلوقتي الضعف. دلوقتي الضعف في التجديد، اتخيل انه ماني برضك مش هيرضى بانه يكون المسافه دي بايده، يعني ايه عارف الجاب ده مش هيكون ماني، فان دايك
انت بتتكلم على فان دايك، استحاله انه يكون ايه يعني اللي بعده على طول. ده فان دايك قبله، قبل صلاح. ما هو دلوقتي فان دايك، ما هو فان دايك كمان ايه، انت بتتكلم على لعيب خد احسن لعيب في العالم. فان دايك خدها في اوروبا، فانت بتتكلم على، فانا لما اجي هاخد بالنسبه لي رقم هيبقى بالنسبه لي لازم ابقى ده. انت شايف ان محمد صلاح يعني افكاره او رؤيته تتواضع شويه؟ بص انا بجيب محمد صلاح حاجه، ها، انه سايب كل حاجه الارقام دي مع كل اعماله ومركز في اللعب، ونفس لعيبتنا تعمل ده. يعني ايه؟ بص احنا ممكن نقعد نختلف مع بعض ونقول انه فلان لازم يجدد كذا، زي ما قلت لك انا حتى قلت في الاول وما دلت عند رايي عشان بس مش بغيره عشان محمد صلاح، انه لا بالعكس لعيب كرة لازم يحط في ميزانه وهو بيجدد عقده انه في حاجات تانية توازن مع الفلوس. صحيح. انه الاستقرار الفني اللي بتعيشه، المكان اللي انت موجود فيه، الجماهيريه، في حاجات كل ده لازم تحطه في حساباتك، حتى لو كان ده لما تحطه على الفلوس اللي هتاخدها اتخيل انه ده. لكن محمد صلاح بقى ذكاؤه في يرجع في ايه بقى؟ هو مركز قوي 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 في اللعب. مش مركز قوي قوي ده، يعني مش مين اللي رد على لما طلع كلوب وقال ان الكوره في ملعب محمد صلاح، مين اللي طلع رد؟ رامي عباس. رامي عباس. انا مش ميال قوي لرامي بس ماشي. بس اقول لك ايه، هو في الاخر انا ميال لمحمد صلاح. فهو ده ذكاء محمد صلاح، اتمنى لعيبه الكوره في مصر يتعلموا منه ان شاء الله.